لازم تبقى فاهم نتنياهو بيتحرك على اي اساس. نتنياهو بيتحرك على اساس الجنون، ده واحد. الجنون بايه؟ بانقاذ ما يمكن انقاذه لنفسه. هو يعلم انه عند انتهاء هذه الحرب، وستنتهي عاجلا كان او اجلا، هو هيواجه محاكمات الفساد، هيواجه تدخله في قانون السلطة القضائية، هيواجه كذبه، هيواجه انه لم يعلم اي شيء عن 7 اكتوبر، وانه كانت حالته كرب، وانه مش شايف ومش عارف ومش فايق، والا ما كانش حصل طوفان الاقصى. وبالتالي يعمل ايه؟ يمارس هذا الجنون الوحشي الطوعي على رأي وزير ماليته عشان ينقذ نفسه باقل خسائر ممكنة، لأجل خروج آمن عندما تحل وتسقط هذه الحكومة، لأنه عارف أن الشعبية بتاعته متراجعة في أي استطلاع رأي بيجرى داخل الكيان الصهيوني المحتل، بل أنه كل الاستطلاعات تحمله مسؤولية الفشل الأمني والاستخباراتي في توقع عملية طوفان الأقصى. معانا على تليفون أستاذ إيهاب جبرين، باحث في الشأن الإسرائيلي، يحدثنا من حيفا. أهلا بيك أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب، معاك يوسف الحسيني من القاهرة. طيب، يعني احنا أيضا أنا مقدر أنه الاتصالات بفلسطين شديدة الصعوبة، فهرجعك تاني على انه نتنياهو الشعبية بتاعته متراجعة الى ابعد الحدود. الرجل يشعر بخوف حقيقي حين تسقط هذه الحكومة، وبالتالي هو بيحاول ينقذ نفسه. تاني، بيحاول ينقذ نفسه. عند سقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، هذا الرجل سوف يقف امام المحاكم، سوف يقف امام الكنيست. الراجل ده هيتشقلط. إذن يعمل إيه؟ أنا حاول أنقذ أكبر قدر ممكن. فعندما يقف أمام المحاكمة أو يقف أمام الكنيست أو يقف أمام أي جهة عند انتهاء هذه الحرب وسقوط هذه الحكومة الوحشية، فيقول لهم ده أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا بذلت كل شيء ممكن لإنقاذ من وجهة نظره دولتنا إسرائيل، وطننا، أرضنا، إلى آخره. فلعل استجوابه ومحاكمته قد تكون أكثر هدوءا ويسرا، ده تصوره. خليني هنا أرجع مرة تانية أرحب بضيفنا العزيز عبر الهاتف الأستاذ إيهاب جبرين، الباحث في الشأن الإسرائيلي، محدثنا من حيفا. أهلا بيك أستاذ إيهاب. تحياتي، مساء الخير. تحياتنا ليك أستاذ إيهاب. ماذا عن تراجع شعبية بنيامين نتنياهو، ولماذا تراجعت هذه الشعبية؟ سؤال جميل، ولكي نفهم ذلك بشكل أدق يجب أن نفهم أن مشكلة نتنياهو لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل لنقل ذلك بشكل أدق. حتى 7 أكتوبر إسرائيل عانت يعني من كل تبعيات أزمة القضاء والتعديلات القضائية اللي كانت يعني بشكل عميق ودقيق تحاول أو عملت بشكل دقيق على تشرذم المجتمع الإسرائيلي. بكلمات أخرى، ما بدأ كتعديلات قضائية سطحية كان لديه شرخ أفقي وفي داخل العمق الإسرائيلي، وقسم إسرائيل بكل المفاهيم الاجتماعية، الاقتصادية، العسكرية، العرقية، الطائفية، إلى قسمين. الإيديولوجية، كل حتى الصهيونية قسمها إلى قسمين، الصهيونية الدينية والصهيونية العلمانية. بل قل بشكل أدق أن هذه أول مرة يكون الفيصل، يعني لطالما كان الفيصل في داخل الصهيونية هو القضية، محور القضية الفلسطينية ما بين ما على يمينها وما على يسارها، هذه المرة الأولى التي كانت يعني الصهيونية كإيديولوجيا هي الفيصل، من هو على يمين هذه الصهيونية العلماني المتشدد، ومن هو المتدين المتشدد المتزمت، ومن هو على يسارها العلماني الليبرالي، لكن وفق المعايير الصهيونية. هذا ما جرى في داخل 10 أشهر الأخيرة. وقبل ذلك نتنياهو كذلك أدخلها في أزمة قيادة على مدار 5 سنوات تقريبا، فقط لكي يلوذ بنفسه بالفرار من
الملفات القضائية التي تنتظره في المحاكم الإسرائيلية. يعني على مدى 5 سنوات إسرائيل نتنياهو يتلاعب بإسرائيل بكل معنى الكلمة. الآن حتى 7 أكتوبر مرة أخرى هو كان مجرد فاسد لضى البعض. منذ 7 أكتوبر وهذه نقطة مهمة جدا، هو يعتبر فاسد وفاشل لدى الأغلبية. ولماذا هذا؟ هنالك بقرة مقدسة في داخل إسرائيل وهي مؤسسة الجيش، وما جرى في داخل 7 أكتوبر ما أغرق منام الشارع الإسرائيلي هو ليس عدد القتلى ولا عدد الجرحى ولا عدد الأسرى، ما أغرق منامهم هو أن كان هنالك مس في هيبة الردع في البقرة المقدسة الخاصر الأهم مؤسسة الجيش، وبالتالي من يتحمل تبعيات هذا الأمر هو من يقف على رأس الهرم، وهنالك بدون أدنى شك الهرم الأمني، الهرم العسكري، والهرم الوزاري والحكومي. الهرم الأمني تحمل المسؤولية، رئيس الشباك تحمل المسؤولية، الهرم العسكري رئيس هيئة الأركان تحمل المسؤولية، الهرم الحكومي رئيس الحكومة نتنياهو وحتى وزرائه لم يتحملوا المسؤولية بتاتا ونهائيا. وبالتالي هذه القاعدة هي تعتبر خيانة، وفي الشارع الإسرائيلي اعتبروها هذه المرة الأولى التي يروا بها خيانة مباشرة للأمانة التي يتحملها بنيامين نتنياهو. بل كل أكثر من ذلك، الكل الآن يرى ويشكك بمدى مصداقية هذه الحرب في داخل الشارع الإسرائيلي. هل نتنياهو يقودها من أجل إسرائيل أم من أجل نفسه؟ وهذا السؤال حقيقي في داخل الشارع الإسرائيلي، يعني لأنه في نهاية المطاف نتنياهو يهرب بهذه الحرب إلى الأمام من المصير الذي ينتظره في نهاية هذه الحرب. صحيح. لأن نهاية هذه الحرب هي نهاية حكومته، ونهاية حكومته يعني نهاية حياة بنيامين نتنياهو السياسية. بنيامين نتنياهو حاول على مدى كل العقدين الأخيرين أن ينهي حياته كتشرشل المنقذ لإسرائيل، فوجد نفسه كتشمبرلين الذي أدخل إسرائيل إلى كل هذه الفوضى الأمنية ربما الأكبر في تاريخه. صحيح، أنا بشكرك جدا. ولهذا السبب أنا بشكرك جدا أستاذ إيهاب جبرين، الباحث في الشأن الإسرائيلي، محدثنا من حيفا، وبإذن الله ربنا يعني ينهي هذا الاحتلال إن شاء الله. طيب.